مرحبا، كيفكم يا خامس؟ بتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وصحة وسلامة. اليوم رح نكمل درسنا عن موضوع التنسيقات. رح نبدأ في تنسيقات الجدول في برنامج إكسل. نتذكر مع بعض كيف نفتح برنامج إكسل: ستارت، أول بروجرام، مايكروسوفت أوفيس، مايكروسوفت أوفيس إكسل. سوري، أول بروجرام، مايكروسوفت أوفيس، مايكروسوفت أوفيس إكسل. بهذه الطريقة عندنا هدول الحيز العمل عبارة عن تيبل، عن جدول. فاليوم رح نتعلم كيف بقدر أضيف صف أو عمود وأحذف صف أو عمود. ببساطة، إذا بدي أضيف عمود بضلل أدخل على أحد صف خلايا العمود الموجود معنا. مثلا بدي أضيف عمود هون، فبدخل على دي، بروح على insert. من insert طلع مجموعة خلايا اللي هي السل. سل، وين مجموعة سل؟ عم بيعكس، سوري، عم بيعكس كثير بالهذا بالضوء. فخلينا نطلع مع بعض. هاي مجموعة سل من مجموعة قائمة هوم، هي من قائمة الصفحة الرئيسية. هاي من هوم، هاي مجموعة سل، هي كلمة سل. في عندي insert، delete أو format. بما إني أنا مضلل على عمود، يا ملي insert، بختار السهم الصغير وبحكي له بدي insert سل، يعني إدراج خلية، إما insert row أو insert columns. هاي insert row ضاف لي صف. خليني أفرجيك كيف تميزها. هألون لك هذا وأنا بدي أضيف تحته عشان تعرف. هون بدي ألون لك إياه مثلا باللون الأخضر عشان تعرف شو قصدي لما يضيف row. فنشوف مع بعض. هاي أنا عينت على الخط الأصفر، لما يضيف row هلا بدي يصير في فاضي مكان أبيض بين الخط الأصفر والأخضر، لأني بدي أضيف row، بدي أضيف صف. هاي insert row، شايفين كيف؟ مرة ثانية أفرجيك شو قصدي. عندك هدول الرو، أنا بدي أضيف رو. هاي بعمل بكبس على الخلية بدي أضيف الرو فوقها، بروح على الانسيرت على السهم اللي هون صغير. هاي من هون بختار انسيرت، بروح على انسيرت رو، شايفين؟ ضف لي رو. أوكي، ضف لي رو، هاي بالنص. تعال نشوف إذا كيف بدي يعني أضيف عمود. برضو هيك، هاي insert، insert columns يعني عمود، هاي insert row، بس هو عم بياخذ الفورمات. هاي اعمل لي اضافة عمود. اوكي، تمام لهون. هيك اذا بدك تضيف عمود او صف، بتروح على قائمة تعين مثلا هاي الخلية، فبدي اياها انا اضيف لي صف فوقها على طول. من هون بروح على مجموعة سيلز، هي مجموعة سيلز يعني مجموعة خلايا فيها insert. من insert بختار يا اما انسيرت سيل، يعني ادرج خليه واحده بس، هاي شايفين ادرج اياها، او بيعمل لي ادراج لرو يعني صف، او كولم لعمود. اوكي، تمام لهون. او بقدر اعمل مثلا ديليت، انا بدي اعمل ديليت لهذا الرو، فبكبس على اي خليه من هذا الرو، بروح عند ديليت، بختار ديليت سيلز، بعد بس حذف لي الخليه بس لحالها. او مثلا انا بدي احذف هذا الصف، هلا مجرد ما انا كبست على هذه الخليه، فاذا اخترت ديليت رو يعني رح يحذف لي هذا الصف كامل. اوكي، نطلع هاي ديليت، يعني رح يحذف لي الصف الازرق المفروض. هاي ديليت رو، شايفين؟ حذف لي اياه كامل. اذا انا بدي اياه يحذف لي عمود، طبعا هذا العمود هي شايفين هو ابيض، ما بدي اياه، بدي يحذف لي هذا كل العمود، فبعين اي خليه جواته، اي خليه باي مكان في جوا العمود، ما بختار ديليت رو لانه رح يحذف لي هيك صف، بختار ديليت كولمز. هي اذا كبست على ديليت كولمز، شايفين؟ راح. إذا لإنسيرت هون بيدرج عمود زيادة، صف زيادة، خلية زيادة، إما الديليت بتحذف يا صف يا عمود يا خلية، لأنه من الديليت هي في ديليت سيلز، ديليت رو وكولم. بدك تعرف رو يعني صف، كولمز يعني عمود، فإذا كانت إنسيرت يعني بضيف، إذا كانت ديليت بيحذف. فهذا درسنا اللي في بيج نمبر 29 اللي موجود هون، كيف أنا بقدر أضيف أو أحذف صف او عمود. اوكي، لو جينا لبعدها، كيف انا بقدر اعدل حجم خلايا الصفوف والاعمده؟ ببساطه بخاصيه السحب والافلات، او في عندي اشياء ثانيه زي ارتفاع الصف والعمود. فبدايه بالسحب والافلات، اذا انا مثلا بدي اكبر هذا العمود، مجرد ما انا حطيت المؤشر على خط نهايته او بدايته بتحول المؤشر لاشاره زائد بسهم، بسحب بكبس وبسحب. هاي صارت شايفين قديش ايه صار. اكبر مثلا رو رقم 10، بحط مؤشر الكتابه على البدايه هون، هون فوق، بحط المؤشر فوق مش هون، فوق فوق بنفس الحروف او بنفس الارقام، وبسحب لتحت او لفوق بكبر. شايفين رقم 10 صار قديه؟ شايفين عمود ايه قديش صار حجمه؟ الطريقه الثانيه تعديل ارتفاع خلايا الصفوف
او خلايا الاعمده، بروح على اي عمود بدي اعدل مثلا عليه، بدي اعدل عمود حرف سي، اوكي؟ بروح وين؟ على نفس قائمه سيل اللي موجوده في هوم، بروح على الفورمات ورو هاي، بعدل لي حجم الديت، حجم ارتفاع الوتر بس، حجم ارتفاع الصفوف، بدل هو 14.5 اللي هو الحجم العادي، بس لما بكتب 20، شايفين قديش زاد حجمه؟ هاي انا بحكي عن هذا. تعال نكتب مره ثانيه على الفورمات رو هاي، بدل ما هو 20 بدي اياه 50، طلع الفرق كيف بصير؟ كبر. فهذه رو هاي ارتفاع الصف. اما العمود الكولوم ويث، مثلا بدي اعدل عم هذا العمود مثلا جيد، بروح على الفورمات، مش رو هاي، مش ارتفاع العمود، لا كولوم ويث، عرض العمود، بس اختاره هو بالعاده بيكون 8.9 بدل اكتبه مثلا 50، وبعمل اوكي. شايفين قديش صار حرف الجي كبير؟ اوكي. فهيك بعدل يا اما ارتفاع الصفوف من الرو هاي او من الكولوم ويث اللي هو عرض الأعمدة. لهون درس التنسيقات بيكون خلصناه، وحكينا برضو عن تعديل خلايا صفوف والأعمدة بالسحب والإفلات، لهيك بيكون تمام. آخر شيء بدي أحكيكم إياه عن ترتيب البيانات التصاعدية أو التنازلية. نفترض إنه في عنا أرقام بهاي الطريقة العشوائية، طيب إذا بدي أكبر لكم إياها كثير عشان تشوفوا عن شو عم بحكي، عندنا هاي الارقام بالطريقه العشوائيه هون، بدي اياك ترتبيها ولا تصاعديا ولا تنازليا، اذا ترتبها تصاعديا تنازليا بس بكبس على العمود من فوق من حرف الاي عشان احدد كله، هيك انا بحدد العمود، اوكي؟ بس احدد العمود بهي الطريقه، بروح على اداه الفلترز اللي هي او السورت فلتر اللي موجوده برضه في قائمه هوم، من قائمه هوم بختار سورت فلتر اللي هي A to Z او Z to A. A to Z يعني برتب لي اياها من الاكبر للاقل، بتجرب هي A to Z، برتبيها من الاقل للاكبر، او Z to A من الاكبر للاصغر، برتب لي اياها من الاصغر للاكبر. هذا about sort and filtering اللي هو كيف انا بقدر ارتب الداتا من الصغير للكبير، وبقدر اعملها على الارقام او على الاحرف. لهون بكون خلص درس التنسيقات يا خامس، بتمنى يكون كل شيء واضح، اذا عندك اي استفسار ابعث لي على الابلكيشن عشان اجاوبك باسرع وقت ممكن. Have a good day. Bye bye.